وانا مسؤول عنه بالدرجه الاولى والاخيره وانا اللي هتسال عنه مش اي ممثل. ممثل في النهايه اداه من ادوات رؤيه العمل زي اي عنصر اخر، وبالتالي ومهنيا كمان والرولز والقواعد اللي اتعلمناها الفيلم يحمل توقيع صاحبه اللي هو صانعه اللي هو المخرج يعني. فاي حاجه اخرى غير كده بتبقى اعتقد حاجه هامشيه يعني.